السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي محمود بن عثمان، راك على صفحة قسنطينة مدينتي، هذه صفحة على الفيسبوك نحطوا فيها الحوايج اللي يعجبونا باش الناس يتعرفوا عليهم. انت راك مشهور لهنا في حمى بوزيان بالقهوة اللي نسميها القهوة تاع التاي، راك مشهور بالطياب تاع التاي. واش عندك ما تحكي لنا؟ واش يا خويا، والله هذا على التاي هذا عنده ربي وهبة طيبو هكذا، وساعات يصلح ساعات ما يصلحش. احنا في راينا ديما يصلح. اها يعني هذه كور ديماراج. كور ديماراج في الاول. في الاول. واش من عام هكاك؟ دوك عندنا واحد الفانتون. واحد الفانتون هكذاك نقولوا في ليزاني 90. اي هكاك. اي هكذا. ومن بعد حكمنا بدات الشهرة. بدات الشهرة بالعقل. بالعقل المملك اليوم يشربوها تاع اليوم مليحة، خليه لنا وحنا نمركيو وين تخرج الكوطة مليحة، نسجلوا الماء، نسجلوا الكيل تاع التاي، السكر، نسجلوها. ايه ولينا مع النار نطيبوها على ثلث انواع تاع النار. نديروا له 90 دوغري الماء، ومن بعد كي نحطوا التاي نطيحوه ونخليوه يدور بالعقل، نغطيوه ولا فاطير هذيك ساعه وتولي عليه. وعندنا نعناع في الجنان نخدموه، نحيوه، نيبسوه، نقيوه من الحشيش ونيبسوه ونخدموا به. ومن بعد ولاو لي كليون. ولاو لي كليون طيب برك، هاز برك. لو كان يجي دروغز كله ما كانش يزغشش. والحاجه اللي مليحه في التاي تاعك انه كل يوم زي بعضاه، ما كانش نهار مخالف على نهار. مش الا ونمشيو بريتم واحد، ماركين كلش. ماركين الكيل تاع الماء، الكيل تاع التاي، الكيل تاع السكر، النار على 3. هذيك اللي باقي يمشي نفس الريتم. أيوة. ما يجي خفيف، ما يجي ثقيل، المهم يشربوه الناس مع ولاو يطيبوه معاه. ولاو يسميوها قهوة التاي. سموا هذوما، انا كنت بكري مسميها على بابا الله يرحمه. الله يرحمه هذا. بابا هذا يعيطوا له الدوكا. كيف يعيطوا له؟ يعيطوا له الدوكا. دوكا. كان سكون لهم بن عثمان صالح ما يعرفوهش. بصح كي سكون لهم الدوكا بن عثمان يعرفوه. بن عثمان عائلة عريقة في الحمى بوزيان. ايش بيك احنا هنا جدنا هنا في شرا هنا في 1874. ايه جدنا. كي شرا هنا 1874 وهو منين جا؟ 1874 من الحضرة. ايه. 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 1874 في الحمى. 1874 شرا جدنا هنا في الفلاش. ايه. من بعد الدور الغاشي يشربوا التاي مليح، التاي مليح، التاي مليح، سماوها قهوة التاي. قهوة التاي فوالا. دروك يكون في البلاد يهضر مع صاحبو، انت وين راني فاوين تلفون؟ راني جاي يقول له وصلني بالقهوة تاع التاي. قهوة تاع التاي. هو اللي يسموه. ايه. وزيد ثاني الله يبارك، يعني الاستقبال الرائع تاعك انت. هاكم تشوف راك تعرف تستقبل اخويا لي كليون. ملي جيتي هنا وتبدلت وانا نهضر ليك، نهضر الناس اللي قاعدين يسمعوكم، كون تجيو عنده راكم تحصلوا، ما بقيتوش تقدروا تخطيوه. ملي جيت انت رصيتي عندي لهنا لهنا شنو هذا؟ قدام تما تبدلت. عرفتك انا في 2001 تبدلت. ما تبدلتش. لا لا كنت متلاقين مع هكا الناس بكر داخلي قلبي، ما عنديش هذه. والله ما نسعاه، شوف والله واحد في دماغي ما نسعاه يعني نكرهه. ما عنديش. الناس بكر ندرحها، الناس بكر نستقبلها بالتبسيمه، والله الحمد لله. كاش ما عندك كلمه تحب تقدمها سواء للحاميه اللي قاعدين يتفرجوا فينا ولا القسنطينيين يتفرجوا فينا؟ والله يا خويا تحبابي بكر. كل حبابي انا تاع الحمى، حبابي تاع البلاد، حبابي. ولا كش ما عندك انسان حبيب بعيد هكا تحب تخلي له تحيه وبالك قادر يشوفك في لا فيديو؟ ندعي لهم هذو بوك، انا ورايح للعمره ندعي لهم بوك، كل ندعي لهم ان شاء الله اللي مريض يشفى واللي عنده مشاكل ان شاء الله ربي يخفف عليه
واللي يحب حتى يجي لهنا هنايا ندلو ويشرب بالصوالد ولا باطل يشربوا برك يشربوا برك الله يرزق قطاه النار ديالو الله يعيشك يطلق برك على ما ربح هذا النوار اللي يعرف له صح مش رماسي صح يعطيك الصحة سي محمود الله يبارك فيك يا عيشي وفي ملاقات قادمة إن شاء الله بلك نديرو فيديو على موضوع واحد إن شاء الله أنت 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 كرك شوف أخ أب صديق الله يسلمك يعني ما عندي ما أقول الله يسلمك بارك الله فيك يعطيك الصحة وجهك الله يبارك منور تاع خير الله يسلمك يعطيك الصحة يعني ما عندكش ما كانش أنا قلت لكم يا جماعة اللي تفرجوا راه واللي جه عنده يحصل بوبيلار مع الناس وي ما عندي حتى مشكل مع واحد نشتي الناس بكل والناس بكل تشتي خيار الناس أخويا بسيط إنسان بسيط نبغاني كاسب هكا بصح متواضع مع لوط وجاي نورمال خيار الناس أخويا خيار الناس واش ونصيد الحوت البحر يا محايلك القل القل حبابي بزاف القل الله يبارك لي قضية الله يبارك من الله يلاقيوني هذه لا فيديو الجايه سي محمود نديروها على الصياده تاع الحوت في القل نديروها يعطيك الصحه سي محمود كونستانتين مافيل باش فيسبوك